جزء تاني لما يبقى موجود كابتن محمد رمضان كمدير كوره ويمسك بالورقه والقلم ويشتغل مع اللعيبه صح، اللي ينام بدري واللي يلتزم في التمرين. البعض بيقول يا كابتن هادي انه دي بقت مدرسه قديمه، بقى نام الساعه 10 ونام الساعه 11، وان الزمن غير الزمن وان ده ما ينفعش. لما كلمت الكابتن محمد رمضان قال لي لما اقول لهم الساعه 11 انت مغير التوقيت، يعني الساعه 12 واللعيب يقعد اكتر من كده بره البيت ازاي؟ انت بتتكلم في اصول ملهاش علاقه بالزمن ولا بالاعوام ولا بالخبرات ولا بالتطور ولا بحاجه من دي. يعني هل انت شايف انه غياب محمد رمضان فتره طويله عن اداره الكره في النادي الاهلي اثرت شويه على يعني طريقته او اسلوبه، ولا رمضان يظل هو رمضان دماغه صاحيه شاطر عارف قراراته دارس قراراته بهدوء المعتاد؟ لا، وطبعا الكابتن محمد رمضان هو يعني اصاب النادي الاهلي في اختياره، لانه اصاب النادي الاهلي في اختياره لانه هو راجل عنده ادوات للنجاح. زي قبليه كابتن سيد عبد الحفيظ عنده ادوات للنجاح، زي قبليه فلان الفلاني عنده ادوات للنجاح، زي خالد بيبو عنده ادوات للنجاح، لكن الفرصه ما اكتملتش. فاللي انا بقوله ايه، ان لعيب الكوره يا كابتن شوبير زي ما حضرتك سالت السؤال، لعيب الكوره ده انسان في المقام الاول. والانسان بيحتاج لايه؟ ان هو راحه للبدن بتاعه بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت محتاج ان يطور ادائه، سواء بقى ادائه الذهني او ادائه البدني او ادائه الفني او ادائه في الترابط الفكري ما بين زمايله في الملعب كنوع من الانسجام. الكلام ده محتاج تركيز ومحتاج شغل عليه. عشان كده انا بتكلم على فكره التحضير، وبتكلم على فكره ان اللعيبه محتاجه قدر من الانضباط. وده النموذج ده مش بيحققه لوحده المدير الفني. يعني المدير الفني في النادي الاهلي، انا بتكلم عن النادي الاهلي بالذات، لان احنا عشنا في النادي الاهلي وعارفين يعني ايه نجوم جوه النادي الاهلي، وعارفين يعني ايه الاضواء جوه النادي الاهلي بتعمل ايه في النجوم اللي جوه، والمشاعر الانسانيه الطبيعيه ان ممكن اللاعب ايه يحب بقى ان هو يعني يروح للطرف شويه، يروح للي هو يريح شويه. فكره النادي الاهلي ان هو دايما تحت سبوت، ده بيخلي اللعيبه احيانا تكون ملتزمه واحيانا تاني تتغر شويه. فاحنا حاله الانضباط دي كمدير فني لوحده ما يقدرش يعملها. محتاج جنبه حد يعرف يرسم لعيبه، وده ده بيجيده محمد رمضان من بشكل مميز جدا واضح. يعني القرارات الاخيره وما اتخذتش من فراغ الا بناء عن دراسه. هل هادي خشب او مدير كره خد قرار قوي كده زي قرار كهربا؟ في قرارات طبعا اتخذت، كان اصعبها ايه او اقواها ايه؟ يعني في قرارات اتخذت في خصومات لعيبه معينه، بس يعني احيانا كانت بتعلن واحيانا ما كانتش بتعلن حسب الواقع. القرارات المعلنه في عهد هادي خشب، مش هقول لك الاسرار او الحاجات اللي ما اعلنتش، يعني ما مش هقدر اقول دلوقتي التفاصيل. يعني في حاجات وكذا واقعه كده قويه جدا، بس انا مش حابب افتحها يعني دلوقتي. لكن بشكل عام مدير الكوره هو مش بالصوت العالي ولا بالزعيق ولا يعني ان هو يفرض سيطرته بالاسلوب ده. ما اعتقدش جه على النادي الاهلي مدير كوره صوت عالي، يعني حتى الكابتن ثابت ما كانش صوته عالي. ما انا عشان كده بقول انا برسخ الحته دي. ان مدير الكوره هو عباره عن اداه او الاشراف العام من قبل مجلس الاداره على 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 الكوره بشكل كويس بتكليف من لجنه التخطيط. فهو بيمثل النادي الاهلي في الحته التنظيميه والاداريه والحته والهيكله الداخليه جوه الفريق. فبالتالي هو لازم يكون اوريدي عنده الضوابط دي عشان يعرف يطبقها على اللعيبه. اللعيبه محتاجه كده، محتاجه حد يساندها بره الملعب، زي كوتشنج كده، لايف كوتشنج، اللي هو انت بتساعده على اداره حياته. لان دي موجوده بره، لكن احنا هنا بناخدها بطريقه ايه، سخريه شويه. لكن اللعيبه نفسها طالعه من ثقافات مختلفه، فبيجي يتجمعوا في مكان واحد. المكان ده عليه الزام ان هو يبتدي يقوم شخصيه اللعيبه دي ويحطها تحت اطار واحد عشان يعرفوا ينسجموا مع بعض ويحققوا نتائج طيبه.